بركة الله نبدأ بأول الأسئلة في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن التوسل المشروع والتوسل الممنوع بالأدلة من الكتاب والسنة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده باتخاذ الوسيلة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة هي العمل الصالح الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الوسيلة، العمل الصالح الذي يقرب من الله عز وجل. وليست الوسيلة أن تتخذ واسطة بينك وبين الله كما يفعله المبتدعة، تتخذ بينك وبين الله واسطة من المخلوقين الأحياء أو الأموات في قضاء حوائجك، فإن هذا ليس هو الوسيلة المأمور بها في هذه الآية، وإنما الوسيلة هي التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. سميت وسيلة من الوسل، وهو التسبب، هي سبب لرحمة الله عز وجل، وسبب يوصل إلى رضوان الله عز وجل. وكذلك من الوسيلة المأمور بها توسل بأسماء الله جل وعلا، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كذلك التوسل إلى الله بتوحيده عز وجل، كما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك التوسل إلى الله بإبداء الفقر والحاجة إليه سبحانه وتعالى: إني مسني الضر وإني كنت من الظالمين. الاعتراف بالخطأ والظلم هذا من التوسل إلى الله عز وجل. كذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كما في الحديث في أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. وكذلك التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، بأن تطلب من أخيك أن يدعو لك، فإن ذلك من التوسل المشروع، طلب الدعاء من الصالحين والذين يرجى قبول دعوتهم ان توسلوا بهم، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استسقوا وطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله لهم بالمطر فدعا. فالتوسل بدعاء الصالحين هذا امر مشروع، وذلك خاص بالاحياء الحاضرين، اما الميت فلا يطلب منه شيء، لان الصحابه لم يذهبوا الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه ان يدعو الله لهم في المطر او في غيره. وعمر عدل عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباس، والرسول أفضل من العباس، ولكن لما كان الرسول في الرفيق الأعلى وكان قد مات، عدل إلى الحي الذي يمكنه أن يدعو الله وهو العباس. توسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين هذا أيضا أمر مشروع. نعم.